هو السيلز فعلا شغلانه اللي ملوش شغلانه؟ خليني اقول لك يا سيدي، ما هو لو السيلز شغلانه اللي ملوش شغلانه يبقى هتلاقي البلد كلها كانت اشتغلت سيلز، ولو كلها بقت سيلز يبقى هنبيع لنفسنا يعني ولا ايه؟ خليني اقول لك بقى ان السيلز هو شغله اللي ينفع في كل الشغلانات تقريبا. تكلموا عن الاقتصاد تلاقيه دايس، تكلموا في حته التسويق والاعلانات اللي بيكمل معاك، تكلموا في الرياضه يقلب مدحت شلبي، تكلموا في الطرق يقلب كامل الوزير، وفوق ده كله لازم يبقى فيه كل الصفات ان اي عميل يتمناها. بيعرف يسمع كويس، صبور، في الشده شديد، في القوه قوي، دمه خفيف، عسول، نظيف، مستحمي، بيفطر من امستردام بس هو ابن بلد جدا وعارف كل عربيات الفول، وبياخد ويدي معاك كده. بص ما تستغربش الصفات اللي انا قلتها دي كلها، لان السيلز ده عالم بتقابل فيه كل انواع البني ادمين، وعلشان تبقى سيلز جامد لازم تكون بتعرف تتعامل مع كل نوع منهم بشكل صح، وكل ما فهمته صح كل ما هيقتنع بيك اسرع.